طبعاً فترة الكوفيد هي ولازمنا إحنا منعيشها هي فترة شهدت العديد من التحديات، ولكن إحنا مصرات أن نكون أقوى وأن نتجاوز هذه التحديات على الرغم إنها مست العديد من مناحي حياتنا. من المسائل الإيجابية اللي صارت إنه صار في تعيين لقضاء وقاضيات متخصصين في مجال الحماية من العنف الأسري، وهذا أمر إيجابي جداً لقضائنا الأردني وأيضاً لغايات الوصول للعدالة. كان دورنا هو ما فرضته الجائحة من واقع جديد، وهو استخدام الفضاء الافتراضي، فقمنا بعقد عدد من الجلسات كائتلاف برلمانيات عربيات لمناهضة العنف ضد المرأة حتى نلقي الضوء على عدد من الظواهر المهمة، كان أهمها ظاهرة العنف الأسري. على الصعيد الشخصي كنت دائماً أكون حريصة أنه أقوم بدوري بتمكين أكبر عدد ممكن من الفتيات ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة، وكمان بتقديم الدعم النفسي لهم، وأكيد بتوعية المجتمع على قضايا الفتيات ذوي الإعاقة. خلال عملي كمخرجة وفي شركة للإنتاج لاحظنا أنه كتير شركات توجهت لإعلانات وبرامج متعلقة بتمكين المرأة من خلال منصتي الشخصية على إنستغرام. بسبب يعني أنها كبيرة تلقيت رسائل عديدة عن قضايا تحرش وعنف منزلي، والمرأة عرفت أنه بتقدر تستغل منصات وسائل التواصل الاجتماعي ليكون صدى ومنصة لصوتها. أنا واحدة من مئات السيدات اللي بيقدموا خدمة الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، فكنا نقوم بعمل خطة عمل لإدارة الضغوطات والتوتر مع السيدات لحتى يكون الحوار والتفاهم موجود داخل الأسرة. تأثرت الخدمات الصحة الإنجابية بفترة الحظر، فخفت زيارات الحوامل لمراكز الأمومة والطفولة، وأنا كمسؤولة في وزارة الصحة على رعاية الحوامل، رعاية النفاس والرضاعة الطبيعية، قمنا بإيصال رسائل للأم الحوامل حول أهمية التغذية الصحيحة خلال الحمل، التركيز على علامات الخطورة، إذا صار عندها أي علامة خطورة إنها تروح لأقرب مستشفى. إلى كل امرأة موجودة على الأرض الأردنية، سواء كانت عاملة، ربة منزل، في المخيم، في البادية، في الريف، في كل موقع في الأردن، أنت قادرة على مواجهة كافة التحديات والمعيقات وتجاوزها. احكي وما تسكتي، سمعينا صوتك لتكبري ولا تحققي كل نجاحاتك، لأنك أنت تستحقي. الإعلام الجديد سلاح جديد بإيدك، فتوجهي إله وخلي الناس تقوى بقوتك. بدعو كل سيدة في المملكة إنها تكون متمكنة صحياً وتعليمياً وثقافياً، وتكون قوية في أخذ القرار المتعلق بصحتها الإنجابية. كل عام وأنتم بألف خير، وبحب أحكي بأنه دائماً نحن كنساء مشاركتنا في السياسة وفي الفضاء العام هي واجب علينا. للفتيات ذوي الإعاقة، أنت بتقدري تعملي كل شيء بتحبيه، وأنت كتير حلوة، والحياة بتنتظرك لتحققي شغفك وطموحك. وانتي قدها.